الطائرة الكهربائية الصديقة للبيئة لم تعد حلماً بعيداً. تطور صناعي جديد سجل في وسائل النقل الجوية. الطائرة جراند سيسنا كارافان أكبر طائرة تعمل بالطاقة الكهربائية. أجرت أولى رحلاتها الجوية من مطار جراند كونتري الدولي في ولاية واشنطن لتطير لنحو 30 دقيقة دون أن تنبعث منها غازات ثاني أكسيد الكربون. شركتا ماجنكس وإيروتك صنعتا الطائرة، وهي من الحجم المتوسط، يتجاوز طولها 12 متراً وتبلغ سرعتها 214 ميلا في الساعة. هي قادرة على نقل ما بين 9 و14 شخصا على متنها، وتعمل ببطارية طاقة كافية للطيران على بعد 200 ميل بشحنة واحدة، أي ما يعادل تزويد 250 منزلا بالوقود. ويتم أيضا تشغيل المروحة بواسطة 3 محركات كهربائية محورية عالية الكثافة. يقول المسؤولون عن صناعة هذه الطائرة إنها ستتيح تقديم خدمات الطيران للأشخاص والطرود بكلفة أقل، في حين يرى خبراء الطيران أن هناك إقبالا كبيرا على تطوير الطائرات الكهربائية، إذ يوجد حالياً حوالي 170 مشروع طائرة كهربائية قيد الإنجاز على المستوى الدولي. لكن المفارقة أن هذا الخبر الجيد يأتي في وقت تبدو طائرات العالم هامدة بمعظمها في زمن كورونا الغريب.